أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تكلمنا في الجلسة السابقة عن الغيبة الصغرى، وقلنا أن للإمام في هذه الغيبة نواب أربعة، وهم عثمان بن سعيد العمري، واستمرت مدة نيابته 5 سنوات، وجاء من بعده ابنه محمد ابن عثمان العمري، واستمرت نيابته ما يقارب 40 عاما، وجاء من بعده الحسين النوبختي، واستمرت نيابته 21 عاما، وجاء من بعد الحسين النوبختي محمد ابن علي السمري، واستمرت نيابته 5 سنوات، وبوفاة محمد السمري انتهت الغيبة الصغرى وبدأت الغيبة الكبرى التي نحن فيها الآن. وقد ورد عن الإمام عليه السلام في هؤلاء النواب توثيق يبين مكانتهم عند الناس أو عند الشيعة. أما عثمان العمري فقد ورد عن الإمام الهادي عليه السلام أنه قال: العمري ثقتي. وأما ابنه محمد فقد ورد عن الإمام العسكري عليه السلام أنه قال عنه وعن أبيه: العمري وابنه ثقتان مأمونان على حلال الله وحرامه. وأما الحسين النوبختي فقد ورد فيه التوثيق عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكذلك محمد بن علي السمري أيضا ورد فيه التوثيق عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وانتهت الغيبة الصغرى سنة 329، وبدأت بعد ذلك الغيبة الكبرى. وكما أن لله عز وجل حجج في غيبته الصغرى، كذلك أن له حجج في غيبته الكبرى على الناس، يبين للناس الأحكام الشرعية ويرشدونهم إلى تعاليم دينهم وما اشتبه عليهم من الأمر. وهؤلاء الحجج يقومون بتوجيه الناس إلى ما اختلفوا فيه من الحق، وإرشادهم إلى ما أشكل عليهم من الأمر. من لديه سؤال فليتفضل. تفضل أستاذ، ومن هم هؤلاء الحجج؟ أحسنت، ما هو اسمك؟ محمد المحسن. أحسنت يا محمد. سأل أخوكم محمد: من هم هؤلاء الحجج في زمن الغيبة الكبرى؟ والجواب على ذلك أن الحجج في زمن الغيبة الكبرى هم الفقهاء في الدين العاملين المخلصين لله عز وجل. فعندما قال الإمام العسكري عليه السلام: العمري وابنه ثقتان مأمونان، فهذا ليس لشخصهما، وإنما لما يحملانه من صفة الوثاقة والأمانة. فلذلك قال عليه السلام: فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا إليك عني فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما. فهذا يدل على أن الوثاقة والأمانة إذا وجدت في الإنسان فهو أهل للتبليغ عن حلال الله وحرامه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.